عليكم لي زامي، اسمحوا لي غادي نهضر معكم وانا شويه طالع لي الدم بارابور دي ميساج و كلكو كومونتير من بعض الاغبياء. ماشي كلشي بيان سور، لا ماجوريتي يعني ناس محترمين وزوينين ونقيقين في دماغهم وفي الداخل ديالهم، ولكن بعض الاغبياء كيصيفطوا لي دي ميساج. انا اليوم بغيت نجاوبهم. اللي كيصيفطوا لي واش انت يلاه ماتلك باباك ومخرجه تصوري فيلم، واش انت يلاه ماتلك باباك وكتلوحي تصاور، واش انت يلاه ماتلك باباك وانت ما حزناش، واش انت غبيه اختي، واش انت مريضه في دماغك، واش نتوما ملي كيموت لكم شي حد كتحبسوا خدامكم، واش انت ما عارفاش بان هذه المهنه ديالي اللي كنصرف بها على راسي وعلى بنتي وعلى داري وعندي مسؤوليات في الحياه، واش انا الا سديت على راسي وخليت الحزن يتغلب عليا ونخرج على راسي هي باش غتفرحي انت، حيت شريكه المآسي، حيت نتوما كتفرحوا ملي كتشوفوا شي واحد مدمر من جميع النواحي. اولا ما من حق حتى شي واحد يهضر معايا في هذا لو سوجي، لان حتى شي واحد فيكم ما غيكون كيبغي الاب ديالي الله يرحمه اكثر مني انا، ولا ما غادي يبغي الاب ديالي الله يرحمه اكثر مني انا. دونك انت الغبي يوقف حدايا شي واحد حيت ما عندوش الجراه انه يوقف حدايا ويقول لي هاد الهضره، غادي يشوف واحد الحاجه ما عمره ما شافها، لانه يعني ما كنسمح لحتى شي واحد انه يهضر معايا بهذه الطريقه هذه وبهذا الاسلوب هذا وبهذه الحقاره هذه وبهذا سوء النيه هذا اللي في قلبه، لان حتى شي واحد ما يمكن له يكون حزين على الاب ديالي اكثر مني انا. ولكن المهنه ديالي كتطلب انني نخرج للزنقه ونضحك مع الناس، المهنه ديالي كتطلب انني نكونترولي لي زيموسيون ديالي، المهنه ديالي كتطلب انني انا ما ندوش الطاقه السلبيه للناس، المهنه ديالي كتطلب انني نكون دائما مواكبه ومتواجده في لي ريزو سوسيو بوغ لا بروموسيون ديالي الاعمال ديالي. دونك الناس اللي غادي يتجرؤوا ويصيفطوا لي سو جونغ دو ميساج غادي يسمعوا خل ودنيهم، وانا ما كرهتش شي واحد يكون عنده الجرأه يقولها ليا فاس. وسمحوا لي الناس زوينين على هاد الخرجه هادي، ولكن كان خاصني نديرها اون بون فوا بوغ توت، باش اللي مازال ما فهمش من مورا هاد سميتو ما يلومنيش الا كان عندي شي تصرف خايب تجاهه، اللي يقول او بلي بلي على اسلوب ديال الفنانه شو كيفاش كتهضر معنا، لا غادي يولي الاسلوب ديالي منحط اكثر منكم، انتما دايرين بحال هاد الحبالي اللي خرجت لي هنايا ما عندها لا اساس لا راس، كتجي وكتزرع. عاود شفت لي فيديو ديالي ضحكني راسي من قلت لكم انتما دايرين بحال هاد الحبه، والله الا دايرين بحال هاد الحبه هادي خاص حتى تفرقع عاد باش كتكالما وترتاح. فعود ما تكريتيكا وما تهضرش معاه بيان سور مع تو الموند، كنهضر مع الاغبياء. فعود ما تكريتيكا وتعلموا مني الصبر والقوه، تعلموا مني تواجهوا الصعوبات، تعلموا مني ما تطيحوش مع الطيحه مع النوضه، تعلموا مني هادشي هذا، لان انا جو سوي فيير دو موا انني مالغري لا لو شوك مالغري لا تريستيس مالغري الداخل ديالي اللي شاعل فيه العافيه، انا كنستطع انني نكون واقعيه وكنستطع انني نكون متوازنه من اجل البنت ديالي ومن اجل الاستمراريه ديالي ومن اجل العيش ديالي، لانني انا هزه مسؤوليه وما غاديش نسمح لراسي انني نطيح. دونك اوليو دو كريتيكي تعلموا مني هذا الشيء، وانا جو سوي سور كو هما هاد الناس هادو اللي كيكريتيكيو ماكرهوش يكونوا بحالي، ماكرهوش يكونوا واصلين هاد لو نيفو هذا ديال القوه، ولكن مالوغوزمون حيت هما ضعاف بزاف خاصهم كيحاولوا انهم يضعفوك معاهم. مي فو نالي با اي اريفي لي زامي، حيت انا مشتغل على راسي باش انني نكون قويه، ولان الحياه فرضات علينا اننا نكون اقوياء، وفي هذه الحياه هذه ما كاينش مجال للضعف الا هذوك اللي كيكونوا يعني كيسمحوا لراسهم انهم يترخاو، لان عندهم على شي يترخاو ولا عندهم على مني يترخاو ولا جو سي با. المهم انا بالنسبه لي انا الحياه ما عندناش الحق اننا نترخاو فيها ونسمحوا لراسنا اننا نحزنوا، نسمحوا لراسنا اننا نترخاو، نو خصنا نكونوا اقوياء وخصنا نخرجوا نخدموا على ريوسنا. يلا لي زامي غرو بيزو، جو فوزام. كنهضر مع الناس زوينين، الناس اللي عندهم شي سوء نيه ولا خدات ولا خايبين، الفلقه كتسينكم من عندي انا. غرو بيزو. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.